راديو الأهرام يقدم. هل هلالك شهر مبارك؟ مرحب بك، أهلا رمضان. حدوتة أولها كان يا مكان ولسه عايشة على مر الزمان، بتقولك أهلا رمضان مع مي إسماعيل. حكاية المسحراتي. كلامنا النهاردة عن صورة ما بيكمل شهر رمضان من غيرها، لأنها مرتبطة ارتباط وثيق جدا بتقاليدنا الشعبية الرمضانية، ومهما غابت الصورة هتفضل محفورة في قلوبنا كل رمضان. مين فينا زمان كبير ولا صغير مفضلش سهران مستني يسمع أحلى صوت بينادي ويناجي في ليالي رمضان، لجل ما الكل يصحى للسحور قبل الأذان على دق الطبلة، مرة بالأسماء ومرة بالغنى ومرة بالتواشيح الدينية، وهو بيلف الشوارع والأحياء هنا وهناك. حكايتنا النهاردة عن المسحراتي أبو طبلة وأنغام وكلمات، وتاريخه إمتى بدأ؟ من زمن فات. اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم. وفقاً للعديد من المصادر التاريخية، فمهنة المسحراتي مرتبطة بالشهر الكريم من أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام وابن أم مكتوم رضي الله عنهما وأرضاهم، بيقوموا بمهنة إيقاظ الناس للسحور. الأول كان بيجوب الطرقات في شهر رمضان بصوته العذب يتناول الناس السحور، والتاني ينادي ليمتنع الناس عن تناول الطعام. ومن وقتها وأصبح المسحراتي مهنة رمضانية خالصة. وفي العصر العباسي كان المسحراتي ينشد شعرا شعبيا يسمى القوامة طوال ليالي رمضان، ويمكن ده كان بيرجع لإزدهار فن الشعر وقتها. أما عن بداية ظهور الإيقاع أو الطبلة في إيد المسحراتي فكانت في مصر. المسحراتي كان بيلف شوارع المحروسة وهو شايل طبلة صغيرة وبيدق عليها بقطعة من الجلد أو الخشب، وكان أغلب الوقت معاه طفل صغير شايل مصباح لجل ما ينور له الطريق وهو بيردد اصحى يا نايم وحد الدايم. وفي العصر الفاطمي بدأت مهنة المسحراتي أيام الحاكم بأمر الله، لكن بشكل تاني خالص. فبعد ما أصدر الحاكم بأمر الله أمر إن الناس تنام بعد صلاة التراويح، كان جنود الحاكم بيمروا على البيوت ويدقوا على الأبواب لجل ما يصحى النايم للسحور. مسحراتي أنادي أهل الزمن من أراتي، ألاقي أهل المدينة ألاقي منهم في الوكالة القديمة عمر الصنايعي ظهر خان الخليلي. المسحراتي مهنة لإيقاظ الناس خلال الشهر الكريم للسحور بلا أجر، لكن صاحبها كان بيستنى أول أيام عيد الفطر المبارك ويمر على البيوت وهو بيدق على طبلته لجل ما يمنحوا الناس المال والهدايا والحلوى احتفالا بالعيد السعيد. الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. احد الروايات بتقول ان اول من نادى بالتسحير في مصر هو عنبسة ابن اسحاق سنة 228 هجرية، وكان وليا على مصر. وقتها كان يذهب سائرا على قدمي من مدينة العسكر في الفسطاط إلى جامع عمرو بن العاص لينادي الناس بالسحور. ولو مرينا بمصر الحديثة واتكلمنا عن شخصية المسحراتي بشكل أوسع، من الصعب إننا ننسى الشيخ سيد مكاوي اللي أبدع في تقديم المسحراتي بكلمات الشعر المبدع فؤاد حداد، واللي بفضلهم كان المصريين زمان بيتناولوا السحور على الأشعار والألحان والصوت الجميل. تختار تسالي الصبر ولا الحماس،
عندي في قلب القاهرة يا صابية، الفجر بيعاود من المغربية. عندي نبات عندي حروف عربية، نور ألفها الكافة الأجناس. المشي طبلي والدقة على طبلي. ودلوقتي ما زالت شخصية المسحرات التراثية عايشة في التلفزيون المصري لحد النهاردة، رغم اختفاء دوره الحقيقي في الشوارع والأحياء. قوم يا نايم وحد الدايم، اتسحر وانوي للفجر قايم، دي ساعة إجابة يا مسلمين، يا رب نقولها أجمعين. وتوتا توتا مهما قلنا هيفضل لسه ياما تفاصيل حواديت حلوة مش ملتوتة، بتحكي عني وعنك، وده فلمة وأكلة حلوة ومهنة أحلى، بتقولك أهلا رمضان. أهلا رمضان، رمضان جانا. أهلا رمضان، أهلا رمضان مع مي إسماعيل. أهلا رمضان.